السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضجة كبيرة تلك التي أثارتها حادثة إطلاق النار الذي قامت به البحرية الملكية المغربية في حق مواطنين مغاربة وهم يستعدون للهجرة إلى الضفة الإسبانية، مما أدى إلى وفاة فتاة في مقتبل العمر لا يتجاوز سنها 22 سنة، طالبة بكلية الحقوق بمدينة تطوان. وحسب الأخبار الواردة فحياة هي المعيلة لوالديها وأخواتها. هذا الحادث الذي تسبب في سخط كبير في وسط المغاربة الذين عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتجهت أصابع الاتهام إلى ملك المغرب محمد السادس الذي يتصرف وكأن الأمر لا يهمه وكأن الأمر يحدث في دولة أخرى. هذا الأمر الذي لو وقع في دولة تحترم مواطنيها لخرجت أعلى سلطة في البلاد ببيان رسمي للاعتذار وفتح تحقيق فيما حدث، لكن ملكنا الحبيب ليس لديه الوقت للكلام عن أبناء هذا الوطن الذين أصبحوا يمنون النفس الخروج من هذا السجن الكبير. شنو الميساج اللي بغيتوا توصلوا لينا؟ شنو هو زعما؟ شنو الدرب ديال الدريه دارت؟ هاد حياة ماشي شي وحده اللي جانحه ولا شي ولا مشرمله اللي كتهدد حياة المواطنين. هاد حياة هادي فقط دريه تبحث عن العيش والحياة بكرامة. كيفاش كتعطيكم من نفسكم وكتسول ليكم النفس ديالكم باش تيريو في مواطن اعزل لابس مسكين جيلي باش يحميه الا غرق في البحر؟ كتشدو نتوما يا لاماريك تيرو فيه وكاك بدم من بابك تقتلوه. بالله عليكم شكون المسؤول الاخوان على الضحية؟ انا كنعرف بان اعلى رتبة اللي كاينة في البحرية الملكية هو القائد العام لأركان القوات المسلحة الملكية، هو الملك، هو المسؤول على هذه البحرية اللي تيرات في هذيك الدرية. بار كونتر تاني اللي صيفط واجبات العزاء لديك الدرية هو الملك نفسه. دونك حتى المؤسسة الملكية عايشة في واحد لاسكيزوفريني، هي نفسها اللي كتعطي الأوامر باش تقتلوا لهاد الشعب، وهي نفسها اللي كتقوم بواجب العزاء والدفن لولاد الشعب. فمثل المغاربة أصبح كالمرأة التي دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالدولة لا هي تريد إعطاء المواطنين حقهم في العيش الكريم والتعليم والتطبيب، ولا هي تركتهم يبحثون عن أرزاقهم في أماكن أخرى. فأصبح المغرب بمثابة سجن كبير للمغاربة، أصبحت الأمور فيه جد مزرية والأحوال تتدهور يوما بعد يوم في جميع القطاعات. فلا مستشفيات صالحة للتطبيب ولا مدارس صالحة للتعليم ولا المحاكم تحقق عدالة ولا عمل متوفر للشباب، وإن تم توفيره فهو لا يكاد يسد رمق المحتاج ولا يجعل منه إلا عبدا لسيده.